حصل ان في حريق طبعا بلغنا الساعه 3:30 عصرا من خلال المحافظه ان في حريق في بعض الاخشاب الموجوده في حديقه الحيوان بجوار بيت الزواحف. توجهت على الفور طبعا عربيات سيارات المطافي والحقيقي، وكان معالي الوزير المحافظ حضر لسه ماشي من حوالي نص ساعه بس، بالاضافه مع سياده اللواء المساعد وزير الداخليه موجود، وتم طبعا السيطره على الحريق طبعا. لكن طبعا اللي قلق الناس شويه موضوع الدخان، وده الدخان ناتج طبعا ان الحريق لسه الدخان موجود في الناتج عن الميه اللي بتنزل على بعض الاشجار اللي موجوده. لكن الحمد لله مفيش اي اضرار ناتجه عن الحريق، من يعني ان ناتجه حاجه بشريه او الحيوانات، مفيش حاجه اتضرت الحمد لله. مفيش الحيوانات ما خرجتش بره قفصها، ما حصلش حاجه؟ لا لا لا، الحمد لله الحريق بعيد عن يعني حتى البيت الزواحف بعيد عنه، بجوار بيت الزواحف يعني يبعد عنه حوالي 50 متر. لكن هو عباره عن تجمعات من الاخشاب هي اللي ولعت فيها النار يعني. الحمد لله لحد دلوقتي مفيش حاجه، والحمد لله تم السيطره على الحريق بالكامل. وحاليا دلوقتي بس قوات الدفاع المدني بتامن الموضوع الحريق بحيث ان هو يبقى يطفي تماما، مش في اي مشكله ان شاء الله. بس في اجراءات طبعا خاصه حضرتك بسبب الحريق دي، طبعا الشرطه طبعا بتشوف سبب الحريق ايه، الشرطه هتعرف بقى سبب الحريق. بس هو يعني حاجه هي مكان مركون يعني بعيد عن اي حاجه يعني، مخلفات الاشجار وحاجات قديمه يعني موجوده.